مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في أغلب المناطق، ووصلت العظمى في عمان 34 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء معتدلة إلى لطيفة، وبتوصل درجة الحرارة ل 24 درجة، أما الرطوبة 52% والرياح شمالية غربية. غدا بترتفع درجات الحرارة بسبب اقتراب كتلة هوائية حارة، وبتكون الأجواء حارة نسبيا نهارا ولطيفة ليلا، وبتوصل درجة الحرارة بالنهار ل 33 وبتنخفض بالليل ل 25 درجة. يومي الخميس والجمعة اشتداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، وأجواء حارة في أغلب المناطق، لذا تنبيه من التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس. توصل درجة الحرارة بنهار ل 34 وبالليل 26 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 24 وغدا 35، عجلون 22 وغدا 35، جرش 24 أجواء صافية وغدا 38 درجة. المفرق 22 وغدا أجواء شديدة الحرارة 37، الزرقاء 23 وغدا 37 درجة مئوية. في السلط أجواء صافية 24 وغدا 33، مادبة 23 وغدا 34، مطار ملك عليا أجواء صافية 21 وغدا 37 درجة. البحر الميت 30 وغدا أجواء شديدة الحرارة 42، الطفيل 22 وغدا 31، الكرك 23 وغدا 33 درجة. في معان بتسجل 23 وغدا 37 درجة. العقبة 31 وغدا 42، نهاية برويشد 24 أجواء صافية وغدا 42. إذا ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة: طقس حار نسبيا غدا، وطقس أكثر حرارة ليلا، وموجة حارة يوم الخميس. ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم. وصلنا لنهاية النشرة، شكراً لحسن المتابعة، عودة إليك مهند. شكراً مريان.